نظمت اليوم الخميس 20 جويلية الجامعة العامة للتعليم الأساسي وقفة احتجاجية في مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، وتأتي هذه الوقفة في إطار أولى خطوات التصعيد بين مهني القطاع ووزارة الإشراف إثر قرار وزير التربية محمد علي البغديري بإيقاف أجور المعلمين المتمسكين بحجب الأعداد والمقدر عددهم ب 17,000 مربي، وهو ما عمق الأزمة القطاعية بين المهنيين ووزارة الإشراف. كاميرا الحياة فام كانت في المواد على عين المكان. أجندة نضالية، يجب أن نكون أوفياء لهذه الأجندة. يجب أن نكون يوم 26 جار 26 إشراف 26 جار في آخر عام القاعة 70 نحن له في 26 جويلية 2023. اليوم القيروان كجزء من الإدارات الجهوية الأخرى وكجزء من الأجزاء النقابية سواء في الفروع الجامعية والنقابات الأساسية وأبناء القطاع لهم وكل المناصرين لهم من قطاعات أخرى في إطار التضامن النقابي يأخذون معركة الكرامة، انطلقت من في قفصة واليوم في القيروان وغدا في جهة أخرى. الهدف سيكون لمزيد الضغط على هذه الوزارة للتراجع على هذه الإجراءات الخطيرة، ثم كذلك من أجل فتح قنوات حوار حقيقية تفرز مخرجات وحلول للأزمة القائمة. في خارج هذه الأطر نقول أن الوضع سيتعفن أكثر وسنخوض كل الأشكال النضالية. يتعفن بأي معنى؟ يتعفن بمعنى إغراق الشعب في التجويع وفي الاستفزازات وفي الخطابات الاستفزازية اللي يقوم بها الوزير وغيره. نحن نقول أننا سنسعى إلى إيجاد الحلول ونمد أيدينا لإيجاد الحلول، ولكن في المقابل سنناضل بكل الأشكال المسموحة المتاحة من أجل الدفاع على كرامة أبنائنا في التعليم وأبنائنا كذلك في أبناء المعلمين وعائلاتهم في العيش الكريم في هذا الوطن. اليوم تواجدنا كأعضاء اتحاد جهوي بمقر المندوبية التزاما بمقررات الهيئة الإدارية الوطنية والتي أقرت إضرابات إقليمية تتوج بإضراب يعني وقفة احتجاجية وطنية. في الحقيقة هذه التحركات النضالية التي يخوضها قطاع التعليم الأساسي تحولت إلى منحا تصعيديا أكثر جراء تعنت وزارة التربية عوض معالجة الإشكاليات المطروحة على طاولة الحوار. وزارة التربية تنحو منحا تصعيديا وتستهدف الحق النقابي وانتهجت يعني إجراءات تعسفية ضد كل من التزم بمقررات سلطات القرار القطاعية، وقامت بعزل عدد كبير جدا من المديرين الذين انضبطوا لمقررات السلطة القرارية، إضافة إلى انتهاج منهج تجويعي من خلال تجميد أجور أكثر من 15 ولا 18 ألف مدرس. وهذا مش نسكت عليه، سندافع عليه جهويا بكل ما أوتينا من قوة. اليوم زملائي هذا الحضور متأكد أنه سيزيد مع الأيام ومع خارطة النضالات اللي رسمتها الهيئة الإدارية. اليوم نحسوها كان القرارات المرتجلة، قرارات لا قانونية، قرارات تعسفية. اليوم الوزارة تتخبط لأنه الحجب أربكها، والحجب هذا راهو النسبة المئوية متاعو مازالت باهية ومازالت مربكة لوزارة التربية والسلطة الإشراف ككل. احنا اليوم من موقع هذا نجم نوجه نداء للسلطة الوطنية للسلطة التنفيذية عامة ولرئيس الجمهورية باش يحس بالوضعية اللي يعيش فيها المعلم اليوم. اليوم ثم بلوكاج في البلاد، التعليم الأساسي يعيش أزمة كبيرة، ومن منبر هذا نوجه تحية لإذاعة حياة فهم اللي اهتمت اللي عرفت اللي التعليم هذا والقطاع هذا عنده قضية، حسوا اللي عنده قضية وصير بلوكاج في البلاد. أنا نوجه رسالة للسيد رئيس الجمهورية للتدخل والتدخل الفوري، لأنه الناس مشات فهمتي وزارة الإشراف مشات في قرارات تعسفية، مشات في قرارات لتجويع الناس لتجويع العائلات. نحن اليوم نجتمع تنفيذا لمقررات الهيئة الإدارية الوطنية التي نظمت وقفات احتجاجية بمختلف ولايات الجمهورية، والقيروان هي ولاية من 15 ولاية تنفذ وقفة احتجاجية اليوم أمام المندوبيات، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو خطوات تصعيدية أخرى، منها يوم الغضب الوطني الذي برمج يوم 26 جويلية من هذا الشهر. نحن حينما نقول بلغ سيل الزباء من هذا الوزير الذي تحولت معه معركة من معركة فك وافتكاك لمطالب شرعية ومشروعة إلى مرحلة إعادة كرامة المربي. الحياة فهم. الحياة فهم.
زهرة الحياة.